أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهب. النهاردة يا جماعة هنتعلم سن الكماشة دي. كماشة قديمة، السن بتاعها معضعض من قدام. أنا اشتريتها، لسه مشتريها من يعني بتاع البكية ب10 جنيه. فطبعا دي فرصة. فنعمل ايه يا جماعة؟ اول حاجة نجيب قلم فلوماستر ونحدد الجزء اللي احنا هنسنه. اهو يا جماعة كده، ونجيب الجزء المقابل زي ما احنا شايفين يا جماعة. الجزء اللي قدام ده معضعض، يمكن يكون في المسامير مش هيأثر قوي، بس في حاجات تانية محتاجين السن ده يتسن جامد. هنعمل كده يا جماعة ونسن اهو. الجزء اللي احنا هنسنه اهو يا جماعة. نعمل ايه بقى؟ هنجيب زي ما احنا شايفين كده. طبعا اللي عنده، هقول لكم الاول على طريقة السن بالشنيور ونشوف مع بعض. اهو يا جماعة الشنيور اهو. طبعا في الاول انا مش محتاج سرعة الصاروخ الجامدة جدا، فهشغله على السيريال ابطأ شوية. اهو كده حطيته في السيريال وهنشغل كده ونشوف. اول حاجة يا جماعة عشان نسنها عايزين ايه؟ نسن الجزء الفوقاني ده، الجزء ده اسويه. طبعا هنشغل بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين يا جماعة السن بطيء جدا، السنيور اللي ايه بطيء على السيريال. انا بقفل وافتة عشان ايه السيريال، لان مع الوقت بتزيد السرعة. اهو كده يا جماعة زي ما احنا شايفين. هنساوي الجزء ده كده مع بعضه. اهو يا جماعة لسه برضو، لسه حتة في النص كده اهو كده هنا كده يا جماعة، لسه اهو يا جماعة برضو. نديها تاني اهو، لسه الجزء ده برضو عايز تاني اهو يا جماعة. اللي هنا الحتة دي هسرع يا جماعة الموتور شوية اهو، هستخدمه على الوضع الطبيعي عشان الحق اكل الجزء ده او كده، ونسرع الصاروخ. طبعا بعد كده هننضف دي الحتة دي نظافة. بعد كده هنرجع نشغله تاني على السيريال، لان انا محتاج البطء. اهو بصوا يا جماعة هرجعها تاني ايه للسيريال اهو، وهقول لكم هعمل ايه. طبعا انا محتاج اسن الجزء ده كده، ده وده. هنسنه ازاي بقى؟ اهو كده يا جماعة كده. ومن بصوا يا جماعة همسك كده من هنا ومن تحت كده، بصوا اهو.
عملت من هنا وعملت من هنا برضو اهو هنا ومن هنا من فوق ومن تحت. بس عايزة حاجة تاني. اهو يا جماعة سويتها كده، بصوا كده لزقوا في بعض. بعد كده عايز بقى اسن دي كده، الشفة دي والشفة ديك اهو كده يا جماعة. تاني كده اهو، نجيب القلم اهو ونعمل الجزء ده اهو كده يا جماعة اهو. بعد كده هنحطها بقى على ايه؟ بصوا يا جماعة في هنا اهو شاطف كده، الشاطف ده لازم ايه يتسن بالظبط كده اهو كده يا جماعة. نمسك كده اهو اهو يا جماعة اهو يا جماعة كده مش شايفين. والناحية التانية اهو يا جماعة كده اهو. بعد كده السن بقى ايه من هنا وهنا كده من فوق اهو هو الجزء ده مفتوح يا جماعة. بصوا اهو كده هشوف بقى كده يا جماعة نجرب بقى. بسم الله لو محتاجة تاني نديها تاني. بصوا بسم الله اهو اهو يا جماعة بقت مية مية وهتشتغل مية مية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.